اخبار اليوم. احنا داخلين على الحدث الساعة والانتخابات البرلمانية، شايف حضرتك هذه الفترة ازاي؟ وهل حضرتك هتساهمي وتشاركي بإدلاء بصوتك في الانتخابات البرلمانية؟ طبعا انا مواطن ايجابي، وفي مناسبات زي دي لا لازم يبقى لي دور في اختيار النائب المناسب. يعني ايه نائب مناسب؟ يعني سياسة صح، يعني قوانين صح، يعني بلد يعني اشخاص بيفكروا مش في نفسهم ولا في منفعتهم الشخصية، انما في ازاي ينهضوا بلدهم. وبالتالي انا علي دور كبير في ان ممكن هذا المرشح ممكن يوصل للبرلمان، فطبعا اكيد هشارك. الانتخابات البرلمانيه المقبله دلوقتي حضرتك شايفها ازاي؟ وحضرتك ايه الرساله اللي بتوجهها؟ دي اخطر ثانيه في تاريخ مصر. اخطر ثانيه في تاريخ مصر. كل واحد وهو بيملى الورقه اللي على اللي قدامه على الترابيزه دي لازم انه يبقى عارف، لازم يبقى عارف انه العلامات اللي بيحطها دي قد تعدنا خطوات لورا. يعني لازم ينتبهوا كي لا نسقط مره ثانيه في سنة تانية كبيسة زي اللي وقعنا فيها. فالانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، لأننا ما زلنا محاطين حتى هذه اللحظة بمن يحاول أن يعيدنا إلى نقطة الصفر. الراجل ده أنقذ هذه الدولة في وقت من الأوقات، وطول الوقت عمال يعمل، يعني خليك فايق وانت بتحط إيدك على الورقة، خليك فايق وانت بتحط إيدك على الورقة. ده اللي أنا أقدر أقوله. أنا هقعد أذاكر القائمة دي قبل ما اختار بني آدم. لازم ابقى عارف هو مين قبل ما اختار بني آدم، لازم ابقى عارف هو مين وتابع مين، حتى لو هو نازل لوحده مستقل بينزلوا كده وبعد كده فجأة يطلع لهم الحاجات. تقدري تدلي بصوتك في الانتخابات؟ طبعا طبعا. تحب اقول لك مين؟ شباب باشا اعلان الى النهايه وسويه ومباركيه كمان. مصر مقبله على الانتخابات البرلمانيه، شايف حضرتك الفتره دي ازاي؟ وحضرتك هتدلي بصوتك في الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ انا طبعا لازم احضر، ارجو ان اكون حاضر، لان بس انا داخل اعمل عمليه يوم الاثنين، والانتخابات هتبقى بعديها بايام اعتقد هيبقى صعب. لكن كان نفسي الحقيقه لو كنا يعني لو كانت القاهره في المرحله الاولى كنت بكره لازم اروح، لان انا منذ ان قامت 25 يناير وما فيش اي انتخابات ولا اي حاجه الا رحتها، واي استفتاء ما اخرتش في حاجه خالص يعني. لا لازم الناس اولا تنزل، لان ده مهم جدا ان هي تنزل. لازم الناس تقول كلمتها. يعني انا اتمنى اللي نزلوا انتخبوا الرئيس السيسي هو نفس العدد، لان هو برضو ده استكمال لمشروع الرئيس السيسي. يعني هو مرحله واحده، الدستور، انتخاب الرئيس، انتخاب برلمان يمثل الشعب المصري، ده مرحلة كاملة. ده يعني الناس المتحمسة للرئيس السيسي أرجوهم يتحمسوا وينزلوا وما يتقاعسوش ويقولوا رأيهم أيا كان هو مع مين أو ضد مين، بس لازم ينزل ويقول، ولأنه ده الحقيقة هيبقى مفيد لينا جدا. والمرحلة اللي جاية على فكرة الجملة دي بتسأل كتير، ودي جملة حقيقية فعلا. البرلمان القادم أهم برلمان في تاريخ مصر، لأنه هيرسم سياسة مصر للمرحلة الجاية.